يمكن لو استعرضنا الصور. طيب معلش يا ابو حميد، خلينا نروح لبعثة النادي الاهلي ونطمن على وصول الفريق الى فندق الاقامة. صور مباشرة الان لحضراتكم من السودان، محمد مجدي قفشة وبقية اللاعبين. الان وصول فريق النادي الاهلي وبعثة النادي الاهلي الى فندق الاقامة بعد تأهل النادي الاهلي الى دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا بعد هذه المباراة الصعبة جدا بكل ما فيها من امور بقى، تحريض وتشكيك وظروف صعبة، هنتكلم في كل هذه الامور كثيرا جدا. احنا بس بنطمن حضراتكم على وصول بعثة النادي الاهلي. بصراحة تحية كبيرة جدا لكابتن محمود الخطيب، يعني هو بيقود البعثة وبيروح البعثة بالرئاسة وبيتحمل المسؤولية ان انت تروح في مباراة زي دي مصرية بتحدد صعودك، وبنشوفه حتى قبل المباراة بيسلم وبيدي نوع من الحافز، والنهاردة في عودته. فبصراحة الراجل تحمل مسؤولية كبيرة جدا ويستحق التحية على المجهود اللي بذله رغم الحالة الصحية اللي بيمر بيها. يستحق تحية كبيرة كابتن محمود الخطيب على الدور اللي بيقوم بيه. برضه لو كملنا بقى الكلام في الفنيات هنلاقي ان الهدف جاء من ورا المساحه الباك. لا مهم جدا هذه اللقطة.